الحقيبة النووية، قطعة تفتح أبواب الجحيم. يصفها البعض بأنها النسخة المعاصرة من التاج والصولجان وبقية الرموز التي كانت تشير إلى السلطة في العصور الوسطى، وبمرافقتها الدائمة لرئيس أقوى دولة في العالم والقائد الأعلى لجيشها، تحولت هذه الحقيبة البسيطة في مظهرها إلى أيقونة للقوة العظمى وأخطر وسيلة تدبير اخترعتها البشرية حتى اليوم. لا تحتوي هذه الحقيبة على أي زر أحمر يكفي الضغط عليه من طرف الرئيس لتنفجر القنابل النووية كما يعتقد البعض، لكنها في الوقت نفسه باتت جزءا من مظهر الرئيس الضروري لإظهار ما يحوزه رئيس الولايات المتحدة من قوة وقدرة على الضرب حيثما وأينما أراد. على غرار مظاهر القوة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، تحضر الحقيبة النووية بقوة في الأفلام السينمائية الأمريكية كواحدة من علامات التفوق والعظمة الأمريكيين. في فيلم سلسلة القيادة Chain of Command، تحضر الحقيبة النووية بوصفها تلك العلبة الغامضة التي تحتوي حاسبا آليا عالي التكنولوجيا لا يمكن تشغيله إلا عبر شفرتين اثنتين، واحدة بحوزة الرئيس والثانية بيد المسؤول عن مهمة كرة القدم، إلى جانب بصمتي أصبع وعين الرئيس. كما أنتجت الصناعة السينمائية والكرتونية أفلاما وثائقية وخيالية تدور فكرتها حول الفكرة شبه الأسطورية للحقيبة ذات الزر الأحمر التي يمكنها أن تؤدي إلى تدمير الحياة فوق الأرض. عهدة ترامب سلاح مدمر في يد متهور. تابع العالم بكثرة من الرهبة والتوجس في 20 جانفي 2017 مشهد تقدم عسكري أمريكي حاملا حقيبة جلدية سوداء اللون، ووقوفه إلى جانب الرئيس المنتهي ولايته باراك أوباما لينقل الحقيبة ويضعها إلى جانب ترامب مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية. مصدر الخوف والتوجس هو ما يعرف عن طبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة بعدما أخذت وسائل الإعلام الأمريكية في نقل أخبار الحقيبة التي تتجول برفقة الرئيس أثناء ممارسته رياضة الغولف. هذا المشهد لم يتكرر في جانفي 2021، فقد رفض ترامب المشاركة في مراسيم تنصيب خلفه جو بايدن، ولم يقم بالتالي بتسليم الحقيبة النووية، مما جعل المخاوف تتضاعف. لكن ما هدأ روع الأمريكيين ومعهم بقية العالم هو أن الحقيبة في حد ذاتها ليست زرا سحريا لإطلاق الصواريخ النووية، كما أن الحقيبة التي يحوزها الرئيس ليست الوحيدة، بل توجد منها نسختان أخريتان، واحدة ترافق نائب الرئيس بينما الثالثة تبقى بشكل دائم داخل البيت الأبيض. ومع انتخاب كل رئيس جديد تتغير الشفرة السرية، وهو ما يعني أن الحقيبة التي بقيت في حوزة ترامب في انتظار إرسالها إلى البيت الأبيض لم تعد لها أي قيمة. وخلال أحداث جانفي 2021 التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي إثر اقتحام موالين للرئيس السابق دونالد ترامب مقر الجيش، وكان العسكري المرافق لنائب الرئيس مايك بانس في خطر بينما كان يحمل الحقيبة النووية، فإلى جانب كرة القدم الخاصة بالرئيس يحمل نائب الرئيس بدوره نسخة من الحقيبة النووية، تعتبر وسيلة احتياطية لضمان الهجمات النووية في حال تعذر ذلك على الرئيس لسبب أو لآخر. وكشفت مقاطع فيديو خاصة بأحداث مبنى الكابيتول الشهيرة مغادرة نائب الرئيس الطارئة إثر اقتحام مناصري ترامب لمقر المجلس، وهو برفقة عملاء الخدمة السري وعسكري يحمل الحقيبة النووية. الزر النووي دائما على مكتبي، لعبة خطيرة بين أيادي غير أمينة. صعد النقاش حول الحقيبة النووية بحده في بداية سنة 2018 في سياق التراشق الكلامي الذي دار وقتها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون بسبب الصواريخ البالستية التي أطلقتها كوريا الشمالية مهددة الأراضي الأمريكية. عاد في هذا السياق الحديث عن ذلك الزر النووي الذي يكفي أن يضغط عليه رئيس إحدى الدول النووية كي تنطلق الصواريخ المدمرة نحو أهدافها، وهو ما يعتبر فكرة أشبه بالخيال. حينها قال الزعيم الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائما على مكتبي، وهذا واقع وليس تهديد. ليرد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول
هل من أحد في نظامه المستنزف الذي يتضور جوعا يمكنه أن يخبره من فضلكم أنني أملك أيضا زرا نوويا لكنه أكبر وأقوى كثيرا من زره وزر يعمل؟ بعد أسابيع قليلة من هذا التراشح كشفت وسائل إعلام أمريكية أن موظفين من فريق الأمن الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتبكوا مع مسؤولين في الحرس الصيني خلال زيارته إلى بكين في نوفمبر 2019، وقال موقع أكسيوس إن الاشتباك حصل عندما منع الحرس الصيني العسكري الأمريكي الحامل للحقيبة النووية من دخول القاعة الرئيسية، وهو ما اضطر العسكري الأمريكي إلى طرح عنصر الأمن الصيني أرضا بعدما منعه من ولوج القاعة. آلة يوم القيامة، رموز الذهب فوق قطعة بسكويت. الحقيبة النووية هي عبارة عن جهاز يزن حوالي 20 كيلوغرام، يلفه جلد أسود في شكل حقيبة يدوية، ويطلق عليها الخبراء دون مبالغة وصف آلة يوم القيامة التي تستطيع تدمير العالم لما ترتبط به من قوة هائلة. أطلق اسم كرة القدم أول مرة على خطة أمريكية سرية لخوض الحرب النووية ضد الاتحاد السوفيتي، وذلك بعد الأزمة الدولية التي تشتهر باسم أزمة الصواريخ الكوبية سنة 1962، أي في عهد الحرب الباردة. ويعود أول ظهور للخطة التي تحمل هذا الاسم إلى ماي 1963، قبل أن تخضع الخطة للتحديث المتكرر في وقت لاحق. وتحتاج الحقيبة النووية الموضوعة رهن إشارة الرئيس الأمريكي إلى رموز سرية من أجل استعمالها، وهو ما يطلق عليه اسم رموز الذهب، حيث تقوم وكالة الأمن القومي الأمريكية بتوفير هذه الرموز وطبعها فوق بطاقة بلاستيكية تشبه بطائق الائتمان البنكية، وهو ما يفسر إطلاق لقب البسكويت عليها. ذلك أن حجم وشكل هذه البطاقة يجعلها أشبه بقطعة بسكويت رقيقة يحملها الرئيس الأمريكي معه وتبقى خارج الحقيبة النووية. ورغم التكتم والسرية الكبيرين المحيطين باستعمال هذه الحقيبة، فإن التاريخ الأمريكي الحديث شهد انتشار الكثير من القصص المرتبطة بها، منها ما جرى سنة 1981 في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ريغان، حيث تعذر على العسكري المرافق له والمكلف بحمل الحقيبة الالتحاق به في سيارة الإسعاف ليعثر على بطاقة البسكويت داخل حذاء الرئيس بعد وصوله إلى المستشفى. كما حدثت وقائع طريفة مرتبطة بهذه الحقيبة، مثل نسيان بطاقة رموزها السرية في جيوب بدلات بعض الرؤساء مثل جيرارد فورد وجيمي كارتر، حيث عثر عليها بعد وصول البدلات إلى مصلحة الغسيل. كما فقد الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون بطاقة الشفرة السرية خلال مشاركته في قمة لحلف شمال الأطلسي سنة 1999، بل وقع نسيان حمل الحقيبة نفسها بعد نهاية القمة.